أم محمد؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ألو، أنا معاك أهو. اتفضلي سؤال. عندي برد شوية. ألف سلامة. بقول لك أنا قاعدة في الزيتون، وبنتي متجوزة في تونس. تمام. خدت واحد، يعني كان معرفة، وابن أخويا واخد أخته. ماشي. وبهدلها، بتجوزها، بهدلها وبهدل الدنيا، وبخيل، وامه محكماه، وهي اللي ممشياه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وكان بيسجل لها. وبصي، هي دخلت 27، غبت يجي 10 مرات، وغب ومشيت 12 شهر 12 منه لله، ومقرفعين عليه قضيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو محاسب وجلده. طيب وانت سؤالك ايه يا حبيبتي؟ يعني كلها فرخه واحده، يعني هي يعني هي اتجوزت حوالي 6 شهور وكان كلهم مشاكل، 5 شهور وكلهم مشاكل، وفي الاخر رفع عليه قضيه طلاق يعني. طيب وكيل وبعد، وامه بتحكم عليها وتخليها في الشتاء، قالت لها امسحي، ما عجبتهاش تقول لها عيدي تاني، وهي معاها بكالوريوس وكل الحاجات دي. ما كنتوش حاسين بيها في ايام الخطوبه؟ استحملي يا بنتي، استحملي. وهي الوليه، وهو شرط مرة، شرط امه، وابوه. طيب. موجود بس سايبين ابوه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طب سؤالك ايه يا حبيبتي؟ انا رافعه قضيه. هي البنت بتقول يا ماما انا ما عملتش حاجه، انا بنحاسبن عليه ربنا، يا ربنا بيقبله عليه. انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيه هو وامه واللي كان له السبب في الجواز. ماشي يا حبيبتي. هي السؤال، السؤال ان هما يعني بيدعوا عليه وبيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فان ربنا هيقبل ولا، لان هي مظلومه يعني. الانسان اذا ما ظلم له ان يشكو الى ربه من ظلمه، وله ان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وانا الحقيقه دي مشكله دائره وكثيره، ان احنا نحتاج الى يعني الثقافه الحياتيه قبل بناء الاسره، ثقافه حياتيه. لذلك يعني مساله انشاء مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج ده أمر مهم، مهمة جدا، مهم جدا. لذلك يعني احنا دار الإفتاء كان لها سبق في هذا. لما بنعمل دورات للمقبلين على الزواج، وده احنا ما عملناهوش إلا لما شفنا الطلاق اللي جاي لنا. احنا عايزين نعالج المشكلة ديت، مشكلة الطلاق وكثرة الطلاق، تعالج بأمور كثيرة جدا. تعالج بتوعية المأذونين الذين يكتبون الطلاق ويقيدون الطلاق، لا يتسرع في إبرام الطلاق.